ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هكلمكم النهاردة على ألوان البول ودلالتها، وهنعرف الألوان الطبيعية للبول والألوان الأخرى ودلالتها المرضية. أول لون عندنا هو اللون الأبيض الشفاف ده خالص. اللون الأبيض الشفاف ده إما إن الشخص ده شرب كميات كبيرة من جدا من المية لدرجة إن هي غيرت لون البول إلى اللون الأبيض، أو عنده مشكلة في الكلى. تاني لون هو البيل يلو أو اللون الأصفر الشاحب، وده إن الشخص ده بيكون شرب كميات كبيرة من المية، وده حاجة مش مرضية، هي حاجة صحية. اللون الطبيعي للبول هو اللون الأصفر العادي ده، ما فيش أي مشكلة فيه. أما الدارك يلو أو اللون الأصفر الغامق ده دليل على الجفاف، وإن صاحب العينة دي يعني نسبة المية عنده أو ما بيشربش مية بكمية كبيرة، فأدت إلى اللون بقى أغمق شوية. كمان البراونش أورانج أو اللون القالب على برتقالي ده دليل على ان اول حاجة ان الشخص ده عنده جفاف كبير جدا، او علامة اخرى لامراض الكبد. تاني لون هو البينك شريد او اللون المحمر للبول ده لاما في بلود او في دم في العينة، او مشكلة في الكدني، او التهاب في مجرى البول، او لا قدر الله في تيومر او كانسر. تاني حاجة عندنا هو اللون البلو او الجرين، اللون الاخضر او الجرين. لو كان الشخص ده حديثا بيتناول ادوية معينة غيرت لنا لون البول، فما فيهوش اي مشكلة. انما تغيير لون البول وتحويله الى اخضر احيانا بتكون مشكلة في الهندسة الوراثية، يعني مرض وراثي او مشكلة جيناتيكالي ملهاش حل، وده بيكون مرض نادر. تاني آخر جزء عندنا هو الفومي أو اللي هو اللون الأصفر اللي تحس إن فيه رغوة كتير في البول، ده علامة لمشاكل الكلى.